سلسبيل الزاد قول نافع صح نبعا بائنا الآثار، بحره رحب وريف شاسع والدنا تهفو إلى الإبحار. من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. قد جمعنا ها هنا أطيابه كالشذا في جونة العطار، قد جمعنا ها هنا أطيابه كالشذا في جونة العطار.